تميز كبير. معروف يوسف، حسام غالي بيرتكب خطأ ضد باسم وبياخد الكارت الثاني. قلت لحضراتكم حسام غالي عنده كارت وبياخد الكارت الثاني في الدقيقة 83 علشان تزداد الصعوبات والمشاق على لاعبي النادي الأهلي، وهيكمل السبع دقايق المتبقية وهو بعشر لاعبين. ادي الكرة التحم من الخلف وفي قدم مرتفعة والخطأ موجود والكارت مستحق. التحامات قوية، قلت لحضراتكم من القائد حسام غالي، لكن بيني وبينكم بعد الهدف الثالث قل الحماس وقل الدوافع وقل الطيب وقل القدرة على